شو حبيتي أكتر شيء بالكابتيفيت ريسيبي؟ كابتيفيت ريسيبي بحب ذاتها كانت كتير انترستين. الثلاث مواضيع اللي كانت عم تحكي عنهم، أول شيء البادي لانجويج والبرزنتيشن سكيلز وآخر شيء الإيموشنال مانجمنت، كانوا كتير حلوين. كل بارت تستفيد منها بطريقة. البادي لانجويج لتستفيد أنت كيف غيرك لما بيتصرف بحركات معينة شو بيكون قصده فيها. البرزنتيشن سكيلز أكيد لكل شخص هلا بيكون عم بيقدم برزنتيشن أو عنده شيء، بيكون إلا ما يكون عنده نقطة ضعف، فأنت بتحاول إنه بتكتشف شو هي وكيف الريزوليوشن لإلها. بس أكتر شيء حبيته الإيموشنال مانجمنت، لأنه السوليوشن بتكون منك من حد ذاتك وإنت بتلاقيها. وميرسي كتير إلك جوناثان، كانت كتير كتير حلوة، وبنصح كل حدا إنه عن جد يحضر هيك شيء ويعمل هيك ورك شوب، لأنه جد ثانك يو.